كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله. مشاهدينا السلام عليكم، كيف قيالي لبس عليكم بخير، عبشركم مبروكة ورمضان كريم، كنتمناكم كاملين بخير وعلى خير في أحسن الأحوال والصحة صيامكم والصحة فطوركم. فطور دابا باقي له تقريبا ثلث ساعة 15 دقيقة كما تشوفوا معايا السي محمد وسي محمد أمين، ماشيين عند الوالدة ديالي باش نجيبوها تفطر معنا إن شاء الله. إلى رمضان كامل قريب يكمل افطرناش مع الوالده، دابا ان شاء الله نمشي نجيبوها رايح معنا افطر معنا ان شاء الله. وخليكم معنا عند الوالده تشوفوا الطبيعه تبارك الله، روعه 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 ما شاء الله. اللهم بارك سي محمد هو معايا كيبكي. سي محمد تنقلبوا الكاميرا، ها الهندية، ها الهندية عاود تاهي تبارك الله قرب الدوجي الجمار مع الكرمص. عموم تبارك الله عليك كدي كما تشوفوا مشاهدينا، دابا مشيت عند الوالدة وجبتها هي ماشا معاي المغاربي اللي كيسمعوا هي الدير تعطلنا شوية لكن ماشي مشكل. يلا زيد زيد ابا زيد، الله خليكم معنا نشوفوا ويصال شني خلينا في الفطور وعلى هو قول واحد تحية المشاهدين حشمان. يا الله خليكم دابا تمشيو للدار. الساعة شنو قلت لي على الساعة؟ مفاجأة مفاجأة هاي 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 شنو الشوار؟ هاي 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 وسلم علينا ولا عطينا بدها. كيف هي اللي لاباس بكم بخير مزيانين بصحة فطوركم بصحة الشواطة شواطة قمع ولا فارينة هذه؟ هذا القمع حوايج دابا شنو عطيلو؟ شويه زدت شويه ايوا كما شفتوا معنا جينا المغرب أميرة المغرب أدنت علينا خوتي كما سمعتوا في هذيك في الطريق جينا فطرنا ما صورنا لكم شي فطر ديالنا. الوالده هي مسكينه جات شفتها باقا طلبت سي باكلو قلت لها والو ما نمشي معانا ولا باس. على الوالده واحد تحيه للمشاهدين، قول لهم كيف انتم، قول لهم السلام عليكم كيف انتم. السلام عليكم كيف انتم، رمضان كريم. رمضان كريم مبروك الباشا. آمين يا ربي الله يعطيك الصحة هذه. آمين يا ربي. رمضان كريم زنبر دايما. النهارده 17 يوم. الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد. المهم اخوتي جينا سمنا وصال صغوة زعما الشوشية هذا حرطيطة حنا نقولوا لها حرطيطة البغرير الطرطية. المهم المتيسرة من العصير هذا المشماش بلدي ديالنا. المهم الحرشة هذيك الشي اللي قسم الله. شنو عملتي هذاك شنو هذا؟ صافي انت غادي نجيو نريديو السيرو. انت هذا انت فرحانه بالسيرو هاك انا نطيح عليه واحد الكاميرا يا تعرف الله يعاون بركه على هي وليدي ما نعرفش هي فاش نسمع واعرف الله يلا فرك انت وليدي انت تفرك وتفرك اجي بحال مقبلتي اميره
سلامتي انا كان لحالي نطيباتي وطفيت لي وخرجت نسرع على العمر شو يزعل زعلان اه والله الله أحبار الوليدة كتجيب لنا الشواط كتجيب الشواط هذا المعقول شعير خضار شعير خضار معلبين ما تفوروا هالفوره اميره العواوي مع الشعير هذا الله 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 على نسمه طالع من الوعره شك يا شيرو دلي دي فريد هاي الحلكه عبيها من الثلاجة عبيها الثلاجة سير الأرض سير عبيها من الثلاجة هلا خلي ألقيها من الثلاجة هلا صعب الله يرضى عليك بس لي ابني يدي بس الله يرضى عليك المقد ديالي ها انت ناد عرف انت تقول لي ما انا حساب لي بعد حكا كامله ما ضاع ما تحكش يمك تحك كل واحده بحكا لك بالليدونيه في الميدونيه يتفرك بكامل انت ما انت عندها الخنشون تصاد برك كل شيء دقه اما دارت مع مشاهدينا امين السلام عليكم شاقي يا با شاقي غير الشغل بنتي جاهز لي الشواط شنو هذا بنتي شوفو ها شنو انتي المقدة ديالي عندي ما سالا لا نفضع باش تبقى عشان يعمل حيواني بدلت القشعة عندك يا ابني عندك كما تشوفوا هاد العملية هادي يعني تمام كنت قلت ميدون هذا الدوم هذي كسهل المأمورية هذا زخار ربي وهذا خرج خار ربي كما تشوفوا هذه العملية الوليدة هذا كما شفتوها طلعوا لها هبطوا بحال هكا يعني هذا اللي مصفي كيرجع الزرع اللي مصفي كيرجع لوري ابن وائل شوف على هذيك الكرفي شوف تبارك الله اخوتي تبارك الله ونصلي على كل حبة تبارك الله اللهم صل عليك يا رسول الله كما ما كملت لكم شي وهذا الشيء هذا هي هذا الجغول اخشي هذا الجغول ديالو اللي مقشر كيخرج هذا الجغول كما شفتوها يعني كيتفرز هذه عملية الفرز اشتي تبارك الله شوف اخويا تبارك الله الحبة قداش خلي تصفى باقي تصفى دابا باقي شويه من الجغل باقي تشوفوا يصل هذا المعكوك عليكم العيال عليكم أنا أمك كتنة وهمهم
المي ما قل طبيعي ما عند ريان مخيرين شنهار ان شاء الله نمشي نسقي من تما قشي فيديو لعند ريان العيد مشهورة هذه العيد مشهورة أميرة شارقي هي أكثر ما أكثر ما ثلاثة أكثر ما ثلاثة دواء راسكم ثلاثة أربعة دواوار أو خمسة دواوار إنتي أسألهم هذا مليانة مليانة عمر على أنه جيت عنا العشية قلنا لأخي الشغل جيت بعد بصي بابنا قيا عند العروسة ديالها جرت الناية فعلا قيم الله يا زيا الشيخ الطلوة بسم الله شنو هذا؟ بقمح فين بقمح البند التشينية دابا يبدا قبالة الضو فين بنوري هذا؟ ها هي راه في البص التشينية ما تبانش هي ما تقرب الكاميرا تضب شنو بقمح ماما شرقي انت غطرح عليه السؤال انا خدمت الفيديو اطرح عليه وقل لك شرقي يعني شوف الكاميرا انت شرقي النقي النقي شي للدير شبع شي منه عجيبة واعي واعي الخصوص ما ذاك الامر مدام ديه اليدين ويا الحلوية بدي الدخان بدي الدخان نسمى الدخان واعي ايه ولا اللي اعطاكم الله الصحة مكفسة انا عاد المهم اخوتي وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا وقبلوا لينا وسمحوا لنا من زبعنا الكفوس يا الله ما قول لهم سمحوا لخير سمحوا بخير الله يهنيكم وسمحوا لنا الله رمضان كريم